بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحبتي السلام عليكم. كلامنا اليوم عن الولاية، الولاية كمفهوم عقائدي أساسي في عقدتنا. الولاية تبدأ من الله تعالى، يعني إيماننا بالله تعالى يلزمنا بأن يكون له ولاية علينا. ولاية هي نوع سلطة، نوع حكومة، لله سلطة علينا، لله حكومة علينا. الله تعالى له ولاية علينا، نحن ننفذ أوامر الله، نحن نتبع إرشادات الله وننتهي عما نهى الله عنه، هذه الولاية. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وآله له ولاية علينا، وكيف لا، هو نبينا صلى الله عليه وآله وصاحب الشريعة الإسلامية. وكذلك أهل البيت عليهم السلام هم خلفاء الرسول، هم المعصومون، أيضا لهم ولاية علينا. وهذا ما أشارت إليه الآية الكريمة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم راكعون. وقد قال المفسرون أن هم راكعون إشارة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لدينا روايات صحيحة عندنا وعند غيرنا أيضا بأن هذه الآية نزلت بعلي عليه السلام أثناء هو في حادثة كان يصلي، فتصدق بالخاتم وهو يصلي، أي وهم راكعون. إذن الولاية هي نوع سلطة، الولاية هي نوع حكومة علينا. السؤال الآن، ما معنى الولاية؟ فهمنا هي سلطة، لكن كيف نفهم معنى الولاية في سلوكنا العملي؟ هل يكفي الانتماء؟ هل يكفي الحب؟ أنا أقول أنا أحب علياً، أحب أمة أهل البيت عليهم السلام، هل هذا كاف؟ تعالوا نسأل الشباب والشابات ونستمع إلى أجوبتهم ثم نجيب. السلام عليكم. مفهوم الولاية، نحن موالون لأمة أهل البيت عليهم السلام، لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد، صح؟ طيب مفهوم الولاية، أنتم برأيكم، تبلش معك، شو مفهومك بالولاية؟ شو يعني ولاية؟ شو بتفسرها أنت هيك إذا بدي منك تفسير طبيعي مش تفسير لغوي وكذا؟ شو معنى ولاية؟ شو كيف بتفهمها؟ هلا بالنسبة لموضوع الولاية، نحن فينا نقول الولاية بتنبع من كلمة الموالاة، أو موالاة أو نوالي أحد مثلا الأئمة بحياتنا. نحن عنا 12 إمام بمذهبنا، كل إمام فيهم هي عبارة عن مثل طريقة حياة، مثل مجال حياة بكل المجالات المختلفة اللي عملية. مثلا الإمام الحسين عليه السلام نتعلم منه نحن قول كلمة الحق حتى لو كان بوجهنا أكثر من عددنا على 70,000 مرة. حلو. يعني نحن نكون ونخاف من الباطل 100%، حتى لو شو ما كانت تكون الانعكاس أو النتيجة اللي إلها، نحن لازم نضل نقول كلمة الحق وما نخاف أبدا من التبعات، لأن نحن عارفين حالنا على حق. فبهيدي الطريقة نحن بنكون ولينا الإمام الحسين عبر هيدا. يعني شو ولاية صارت؟ اتباع، حب، اقتداء، شو كيف تتسوى؟ اعطيني شكل من قلبك. نحن بدنا نقتدي بالاقتداء، نحن بناخذ منه نمشي وراه يعني. العبرة نمشي وراه عبر هذه العبرة مثلا. مش ضروري نحصر حالنا نحن بس بهذا مثلا العبرة. هذا مفهومك يعني. انت هلا اللي شكلته انت عن الولاية، من وين مشكله؟ محاضرات، ثقافات، تفكير، راي، كيف شكلته هذا المفهوم؟ هلا كلياته اذا بنقول محاضرات او شيء كذا. انا بسألك هيك لانه بقد لي احيانا نماذج شباب مثلكم بالجامعات وان شاء الله كلنا موالين يعني، بس سلوكيا ما عم بيعكس الولايه بيطلع طول. انت ما عم يعني الامام الحسين مش موجود بحياته، الامام رضا، الامام جواد، رسول الله مش موجود بحياته، انت بقى وين المشكله؟ هي ما بتكون عبارة عن نحن مثلا تعرفنا ان الامام هيك حياته وهيك عمل هو، شو لكان؟ نحن لازم نطبق بافعالنا، لازم مثل ما انت عم تقول يبين الامام بنفسنا. نحن اخر شيء كونوا دعاة لنا. يعني نحن لازم نبين هيدي القيمة او شيء اللي تعلمناه من الامام. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بغير ألسنتكم يعني بغير احسن معنى كما تكفي بغير ألسنتكم باعمالكم. حلو. وانت بتسعى لهالشيء؟ اكيد كل انسان بيسعى لهالشيء، هاي معنى الولاية. هلا انا من نظري بعتبر انه حب الله هو من حب اهل البيت، انه خط واحد، انه خط واحد كلهم بيوصلوا لبعض وكلهم معلقين ببعض. بس يعني شو يعني ولي؟ شو يعني انا اوالي مثلا؟ انت ايه؟ انا اوالي الزهراء عليه السلام مثلا. اوالي شو يعني ولاية تفسيرها؟ شو يعني اني انا اكون عم بتبع اللي هي معلمتنا اياه، اللي هي اللي كانت تتبعه هي، واللي كانت هي بدها توصل له فكره. مهني من زمان يعني كل شيء صار باهل البيت ما صار هيك، ما صار من دون لا اكيد في حكمه الهيه. في حكمه طبعا. وفي مطلب انه هو هذا الشيء بده يصير حتى يوصل للجيل اللي جايته كمان. يعني هن استشهدوا، تعذبوا، عانوا كمان توصل الرسالة، كرمال توصل رسالتهم لألنا. فالولاية هي
انه اتباع اتباع هيدي الرساله اللي هن كان بدهم يوصلوها يعني واتباع بطريقه صح. بدنا نطبق صح. عندك شيء غير اللي قالته عن لا هي اتباع خطا اهل البيت بس هيك مع حب اكيد حب واتباع طيب. ونكون فهمانينها بطريقة صح أكيد. أنت كيف تفهمها كشاب جامعي؟ كيف تفهم الولاية؟ حب أمة أهل البيت؟ اتباع؟ اقتداء؟ كيف تفهمها؟ هلأ الولاية هي إيمان بعقائد نحن عرفناها ضمن أحاديث وصلتنا نحن عن النبي محمد والأئمة عليهم السلام. إيه؟ السلام عن مفاهيم معينة نحن المفروض نضلنا ملتزمين فيها بالحياة ويكون في شخص بيمثل يعني هي الولاية هي التزام بمفاهيم جاءتنا من معصومين يعني مفروض والإيمان بتعاليمهم ايه. والإيمان إنه في شخص ممثل لإلهم بيكون هو حي وبيعطي تعاليمه بالأمور ما يدعجوا فيه الشيء. طيب شو يعني إيمان يعني؟ أنا سؤال هلأ أنا بيجي بقول لك مثلا والله إنه الإمام الحسين عليه السلام بده إياني يكون شريف مؤمن بس أنا طباع على الأرض بس أنا مؤمن هيك أصدق بالإيمان؟ لا هلأ بالمبدأ نحن لما نحكي على إيمان بتعليم هي الاعتقاد فيها بشكل يومي أخذ على سلوك حياة يومي الواحد بيمشي عليه كتنفيذ خطوات كسلوك بالمجتمع كيف بدي أقول بعد كإظهار نوع هذا الإسلام شو بيبين من يعني الإيمان بده يكون موجود بحياتك موجود بالحياة اليومية ضمن الأعمال اللي الواحد بيعملها كل يوم. طيب عندك شيء معنى الولاية غير اللي قاله صديقك؟ الولاية أنا هلا مش هحكي أنا عرف وكذا لا 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 موضوع بدي يعني كيف أشوف الولاية. الولاية هي تطبيق اللي بده منه الإمام أو الولي الفقيه يعني أنا الولاية بلشت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة البيت عليهم السلام الإمام علي وصولا للإمام المهدي وهلا نائبه الولي الفقيه سيد على القائد فالولاية بتمتد من هالأشخاص يعني من هالأشخاص أنا بروح باخد تعليم. شو يعني ولاية؟ تاخد تعليم؟ باخد يعني في شيء اسمه تكليفة صح؟ ايه؟ أنا تكليفة بروح باخده من الولاية. ايه؟ أنا من هناك هذا هو تطبيق الولاية. أنا هيك شيء. يعني بتاخد تكليفك منه. تكليفك بشو؟ يعني بيجي أنت التكليف أصدق يعني حتى على موضوع الصدق والوفاء. والإيثار هو تكاليف ولا هو لي هو مسلمات خسار مسلمات مسلمات حلو يعني حلو إذا مسلمات أنا أنت بتعرف وأنا منعرف كمان مشاهدين بيعرفوا في شباب هني موالين إن شاء الله كلنا موالين بإذن الله تعالى موالين بس ما عندهم تطبيق سلوكي صح؟ طيب ليش إذا كان المسلمات ليش ما عنده إياه هو وين المشكلة بقى هي المش نرجع لفكرة الولاية إذا أنا شايف الولاية مظبوط وعم طبقها مظبوط يعني صاروا هاو قصص أنا مسلمات بالضبط إيه. ليش هذا الشاب ما عم يقدر يطبق الولاية صح يعني موالي بس بيكذب كتير موالي قد يكون سارق موالي قد يكون كذا طب ليش هذا الهوة بين مفهوم الولاية وبين السلوك وشو بتصير هذا أنت عم تميز يمكن عم تعطي الولاية كأنما هي حب مش انه بس لا اتباع اتباع طبعا انت متبع يعني انت حتى تتخلى عن هول انت بتعتبر انه هذا مش موالي بيكون انت عم تقني واحد حكي قصدي لا 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 هذا مش موالي لا اكيد مش اكيد موالي بس ما بنهي الواحد بغلط هو مش معصوم هو موالي بس مش معصوم هو موالي بس مش معصوم بغلط تخيل مش معك يعني انا غلطت تبعت لغلطي تبت مش الحق يعني اي انسان غلطت تبت مش الحق ماشي اي انسان عندما يخرج عن خط الصدق والوفاء والإيثار والأخلاق بهذه اللحظة عن خروجه ما بيكون عم بيوالي لا مش هيك لا ما بتقبلها هيدي لا كنا يعني بدل موالي كل يعني أنت عندك يعني أنت عندك الموالي حتى ولو كذب بدل موالي هو موالي بس غلط ايه عمل ارتكب معصية ما عم نحكي احنا عن الأخطاء اللي كنا نرتكبها عم نحكي عن واحد مثلا ما بيصلي مثلا كل حياته ما بيصلي هو موالي شو هلا هو عيب عليه يعني عيب عليه انه هو موالي ومش عم يصلي في ناس بيقولوا احنا موالي اهل البيت عليهم السلام وبيحبوهم ماشي موالين يعني بس ما في سلوكيا ما بنلاقي أمة اهل البيت موجودين بحياتهم يعني الزهراء عليه السلام مش موجوده بحياتها لا بلبسها مثلا لا بكلامها كذا طب ليش بقى يكون هيك ليش هيدي الفجوه بين العقيدة وبين السلوك انت بقيك من شو بتجيها هلأ في شيء انه الانسان بيكون عنده نقص بمطرح معين انه هو مش مثقف
بشكل كامل بهن الشيء اللي كانوا بدهم يوصلوه، ما كتير عارفين هيدا اللي هو الرسالة اللي هن كانوا بدهم يوصلوها، ما كتير فهمانها صح وما عم يمشي عليها بطريقة صح. اها حلو. فانه لازم قلة ثقافة يعني. قلة ثقافة انه لازم بده يعني مثل دفش شوي لحتى يعرف بعد انه هن مين. بده تثقيف. بالضبط انه بده يعني انه يقولوا له او يسقفوا بعد شوي لحتى هو يكون ماشي بالطريق الصح. حلو. طيب اعطيني شيء غير اللي قلته، يعني غير التثقيف. معقول في شيء ثاني غير التثقيف؟ يمكن غرتهم الحياة أكثر، انه ملذات الحياة، انه هيك ضيعتهم عن دينهم او شيء. يعني المعاصي بعتنا عن الولاية. ممكن. كيف بتكون الولاية هي شيء كتير حلو بالحياة؟ هي الفكرة شوين؟ هي الفكرة أنه في شيء اسمه السعادة الآخرة. أنه الواحد بده بس يعيش بالدنيا، بده يكون عارفين هو لشو عايش، شو في شيء، شو الشيء اللي ناطره بعد ما يموت يعني. فأنه في ناس بتفكر بالدنيا، بتكون عندها همتها سعادة الدنيا وبس. في ناس لا، بتكون عم تشتغل لآخرتها. استمعنا إلى أجوبة الشباب والشابات عن معنى الولاية. طبعا نحن لا نقول المعنى اللغوي والاصطلاحي، نتكلم لأنه واضح الولاية هي نوع سلطة وحكومة، واضح، لكن نتكلم كيف نفهم معنى الولاية في سلوكنا، يعني الفهم العملي للولاية. ولا شك أنه الأجوبة في بعضها دقيق، يعني البعض قال أنه لا يكفي مجرد الانتماء، وإن كان الانتماء شيئا أساسيا، ولا يكفي الحب وإن كان الحب أمر أساسيا، أي كيف نوالي شخصا لا نحبه؟ لابد أن يكون هناك حب وهناك انتماء، انتماء بالمعنى الحضاري، انتماء بالمعنى العقائدي. لكن هل هذا كاف؟ بعض الأجوبة قالت لا، صحيح لا يكفي ذلك. هناك رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، تعالوا نقرأها بتأني وبهدوء، وفيها الجواب الكافي عن معنى الولاية أو معنى التشيع المرادف لمعنى الولاية لأمة أهل البيت عليهم السلام. يقول إمام الباقر سلام الله عليه في حديثه لجابر رضوان الله تعالى عليه، يا جابر، أيكتفي من انتحل التشيع؟ التشيع هو المرادف للولاية لأمة أهل البيت عليهم السلام، واضح، أن يقول بحبنا أهل البيت؟ هل يكفي أن يأتي إنسان الآن يقول أنا أحب أهل البيت عليهم السلام، أنا أحب الحسين، أحب عليا، أحب الزهراء، هل يكفي؟ شوفوا هل يكفي، لأنه أكيد الحب شيء أساسي ويؤجر عليه، لكن هل هذا كاف لنقول أن الولاية تامة؟ هنا الكلام. ولا الحب شيء مهم، بحبنا أهل البيت بقول فوالله، إمام الباقر عليه السلام يقسم، ولننتبه إلى كلام المعصوم عندما يقسم، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. هي كما قلنا أنه خط واحد، خط واحد ممتد من السماء إلى الأرض، الله تعالى رسوله أمام أهل البيت عليه السلام، مش خطوط متفرقة، خط واحد. إلا من اتقى الله وأطاعه وما كانوا يعرفون. عم بيعطي معنى الولاية، كيف بتكون الولاية بس بالمعنى العملي، معنى العملي للولاية. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا، انتبهوا، بالتواضع. هذا التفسير لمعنى الولاية العملي، بالتواضع والتخشع وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة، طبيعي الالتزام، والتعهد الجيران من الفقراء. شوفوا الولاية كيف هي مسؤولية كبيرة كبيرة، والتعهد الجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين. الغارمين هم يعني المديونين الذي عليه دين، يعني أنت مقتضى ولايتك لأهل البيت عليهم السلام ولرسوله صلى الله عليه وآله ولله تعالى أن تلتفت إلى كل هؤلاء الناس. لن تكون مواليا بتمام الولاية إذا لم تلتفت إلى من حولك. بكمل الإمام عليه السلام، والأيتام، يعني التعهد الأيتام، وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس. كف الألسن، هذا اللسان، يعني الغيبة، النميمة، الظن السيء، هذا كله من مقدر الولاية إلا من خير.
وكانوا أمناء عشائرهم. فقال جابر: يا ابن رسول الله، لست أعرف أحدا بهذه الصفة. يعني جابر تعجب أنه هي كلها مطلوب من الولاية. قال عليه السلام: يا جابر، لا يذهبن بك المذاهب. أنه هالولاية مرتبة كبيرة وعظيمة. قال له: يا جابر، أحسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه؟ هل يكفي؟ فلو قال أنه أحب رسول الله ورسول الله خير من علي، هل يكفي أن أقول أحب رسول الله؟ طبعا لا. طبعا مع أهمية الحب، مع أهمية الحب، لا يمكن لعلاقة من دون حب، لكن هل يكفي من دون التزام؟ هل يكفي بعض الالتزام؟ يقول من البقر عليه السلام: لا، أحسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه؟ فلو قال أنه يحب رسول الله ورسول الله خير من علي، ثم لا يعمل بعمله ولا يتبع سنته، ما نفعه حبه إيانا شيئا. شوفوا حديث طويل جميل، يعطي الولاية حدودها العملي. نحن قلنا على المستوى النظري الولاية هي نوع سلطة، وعلينا أن ننفذ أوامر الله تعالى ورسوله والأمن أهل البيت عليهم السلام، هم خط واحد. لكن بالمعنى العملي هناك تفاصيل، دخلت الجيرة والمسكنة وكف الألسن، كلها في حدود الولاية. هذا ما أردنا الله تعالى ورسوله وأمن أهل البيت عليهم السلام، أرادوا لنا أن نلتفت له لتكون ولايتنا كاملة وتامة منا كلنا إن شاء الله تعالى. والآن ذهبنا للسؤال التالي: ما هو أثر هذه العقيدة في سلوك العملي؟ تعالوا نسأل، نستمع ثم نجيب. شو بتعطيك الولاية؟ شيء بتميزك عن غيرك؟ لا، هي بتطلع عن موضوع شو بتعطيني خلال درسي واختصاصي. يعني هي ساعتها لما أنا يكون شو بفرق عن الشخص الغير موالي، أنا كشخص موالي مؤمن ببضعة معتقدات أو جهاز كامل من المعتقدات. ايه. اللي هو بيخولني اني انا فوت على الحياه منظومه عقائديه. ايه. منظومه عقائديه. ايه. بيخولني فوت على الحياه بتجربه تانية. كيف مثلا؟ يعني لنفترض نحن عندنا شخص غير موالي. ايه. مش رح يكون عنده نفس الالتزام اللي انا فارضه على نفسي ضمن مثلا التزام بواجبات معينه. بطبيعة الأحوال لما واحد يكون ملتزم بواجب معين وضابط حاله بعقيدة متماسكة، بيختلف عن شخص، خاصة المهدي على جعفر الشريف، يعني مو جزء من ولايتنا الإمام، وكل بقولوا عليه كتير بدرسنا وبحياتنا. صحيح. صح؟ يعني أنه واحد بيكون صار عنده هدف أسمى، هدف بده يوصل فيه بطبيعة الحال، لأنه يخدم الأمة، يخدم الإمام، يوصل لهدف مش متعلق بحياته الشخصية فقط، بده يطلع برا حياته الشخصية، بس عنده رسالة عالمية مهدوية. نفس السؤال. إيه الولاية هالعقيدة شو عم تعطيك تميز؟ هلا إذا أنا حطيت، إذا أنا حطيت مهندس كهرباء إلكتروني مش موالي ومهندس موالي، بالمبدأ فيش فرق، بالبداية فيش فرق. يعني يمكن كمان حتى هو يمكن كمواد أو يمكن ينجح أكثر، يمكن يكون ناجح أكثر حتى. ايه. بمجال العمل يمكن ناجح أكثر. هو الفرق بس الولاية بترسم لي نوع من الحدود اللي أنا لازم اتبعها، ونوع من الأهداف اللي أنا لازم أوصلها. يمكن ما تكون يعني تقريبا نفس الجواب، يمكن ما تكون بس أهداف خاصة، إنما هي أهداف عامة. مثل بلتفت لموضوع المجتمع أكثر، بناء مجتمع أكثر، مجتمع متماسك، إلى ما هنالك من هالقصص. يعني بتعطي أبعاد أكثر لدرسك. يعني إلى دخل الولاية بدرسكم بكل تفاصيل حياتكم. يعني شو العلاقة العقيدة الولاية؟ يعني شو بتعطيك تميز عن الإنسان اللي ما عنده ولاية؟ هلأ صبية تانية عنده إعلام بس ما عنده ولاية، شو بتتميز أنت عنا؟ شو عندك شيء زيادة عنا؟ هلا نحن اول شيء كاختصاص اعلام، اكثر شيء مسلط على الضوء حاليا هو الاعلام. ايه. لانه هو يلي بيكون عم ينشر بمعركه، عم ينشر الصوره. صح. ايه. مزبوط. ايه. فنحن كاشخاص لازم نكون ملتزمين وعارفين شو هي الولايه بالضبط، لازم نكون عم ننشرها بطريقه صح ونوصلها للعالم بالشيء اللي نحن بدنا نوصله، كمان نكون عم نوصل الرساله اللي اهل البيت كانوا بدهم يوصلوها. يعني مسؤوليه، اكيد مسؤوليه كثير كبيره، مسؤوليه كثير كبيره بحسها هدف. صح. وفي تحدي صار. لانه في هدف نحن بدنا نوصل له، ممكن في ناس ما تقدر تتلقى لهذا الهدف. هدف سماوي. شو هو؟ انه نوصل انه ولايتنا، ونوصل انه كل شيء اخذناه من اهل البيت ومن من الانبياء للعالم يلي جاهل يمكن لهذا الموضوع. يعني بتحسي هذا التحدي اللي عندكم اياه مش موجود عند غيركم؟ اكيد.
وهيدي من اثار الولايه. يعني انت هلا عم تدرسي، انت عم تدرسي هلا عم تعبي، عندك امتحانات، بتحسي انه الولايه جزء من درسك وهو دافع حافز ولا تحدي ولا شو بتعتبري الولايه؟ دافع انه هو عم بشجعني اكثر اني انا في هدف بدي اوصل له، في يعني انا مثلا شايفه شيء قدامي هدف انا بدي اوصل له لحتى اقدر اوصله للعالم. هلا بروح بلاقي شاب انا بالجامعه مثلك بيدرس هندسة ميكانيك بس منه موال لما تأهبت علم السلام، ماشي، شوفها بينك وبينه، شو تميز عنه انت بشو؟ انه انا هيدا العلم اللي عم بتحصل عليه هو بايد صاحب الزمان. يعني انا هلا بزمن غيبة الامام انا عم جهز نفسي عم بتعلم كرمال كل شيء انا بمتلكه هو بايدان صاحب الزمان. حلو. بس يظهر صاحب الزمان في عنده رسالة مش بس للشيعة أو مش بس لمنطقة رسالة عالمية، أكيد هي رسالة عالمية. فأنا لازم أكون أتحدى العالم لأنه عبري أنا حيوصل الإمام رسالة. حلو. فأنا لازم كل الشيء اللي أنا عم بتحصل عليه هو تحت إيدان تحت سيطرة الإمام. حلو. يعني هو ما بده إياني يكون، أنا بكون بس باختصاصي أنا بمجالي. يعني الولاية ولاية أمة أهل بيت عليهم السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أكيد هالولاية عم تدفعك أنت تدرس أكثر. صحيح، أكيد، وتكون عالمي أكثر 100%. حلو. يعني مش من التقوقع للعالمية أبعد. هو هيدا الشيء بيساعدني أنه أنا أكون جندي من جنود الإمام ومن الممهدين للعالم عشان بس يظهر كون أنا من الأشخاص اللي حيساعد الإمام بتطبيق العدل. أما غير الموالي ما عنده شيء من هذا. لا لا، هو عم يتعلم لنفسه. إيه، أما أنا مش عم أتعلم لنفسي. عندك رسالة عالمية مهدوية. دائما ما يكون النقاش والحوار مع هؤلاء الشباب والشابات جميلا. بالنسبة للأثر هذه العقيدة، طبعا نحن نقول هناك قاعدة أساسية أن العقيدة يعني التوحيد، نبوة، العدل، الولاية، الشفاعة إلى آخره، قضاء والقدر، كل هذه المفاهيم العقائدية لابد أن يكون لها أثر في حياتنا، وإلا هناك مشكلة. انفصال العقيدة عن حياتنا مشكلة. هكذا الولاية، إذا أنا قلت إني أوالي الله، إني أوالي رسول الله، إني أوالي أمام أهل البيت عليهم السلام فقط على مستوى اللسان، وأقول إني أحب الله وأحب رسول الله وأحب الأئمة، وأيضا جعلت انتمائي لهم انتمائي الحضاري انتمائي الفكري من دون السلوك العملي، هنا في مشكلة، وهذا ما يستوجب علينا إعادة النظر في عقيدتنا. كما أسلفنا ولن نعيد رواية جابر عن الباقر عليه السلام، لقد دخل الإمام في تفاصيل التفاصيل، موضوع الجيران، موضوع اللسان، موضوعات تفصيلية حياتية. فالولاية ليست منفصلة عن حياتك، بل الولاية جزء أساس في الحياة بكل تفصيل، بكل كلمة، بكل نفس نتنفسه، بكل شيء هناك ولاية. الولاية لابد أن تكون موجودة. ولايتنا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة أهل البيت عليهم السلام. هذه هي ولاية في عقيدتي، والسلام عليكم.